السلام عليكم. لاله مجداء لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. مزيان؟ مرحبا. ما عندي ما نسالك يا لاله، الوقت هو الوقت. كيجيناك في لا فونكتواليتي. لا لا ما عندي ما نسالك. قبل علينا. مرحبا مرحبا ومرحبا بزاف. لا لا يخطيك. انا راه خاصني بيا الضو دوبل مع اللون، راه خاص الواحد يبان كلير. بجوج خرجتوا لي عقلي، عندك خمسة دقائق، يا إما تخلص لي كراتي اللي كانت سهل، ولا تجمع عليا قجاقشك وتمشي بحال، أنتوا بالخرجة ديال بنتك. والمهم ملي غادي يجي غادي نقولها لي ممكن يا لا دقيبة نمشي ننزل في حالتي دابا انا على فتك تي طالع باش غتنزل كريمة فين غادا غادا ندبل على رزقي لقيت خدمة اش بغيتي عندي كريمة راه كنموت عليك ملي اخوك جاي عاوتاني اشو اتفرخ على الخوالية صافا صاحبي راه باغي معايا الحلال صاحبي كريمة 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 وانيك الحباق عليك وانيك الهبل عليك شربتي قهوتك بعدا ولا باقي؟ لا والله لا مازال مازال انا صبال كيفاش بغيتي القهوة ديالك؟ خفيفة خفيفة انا راه عندي بحال بحال حيت مصوبة في بريق واحد ولا سولتيني ايوا غير باش غير بور لا فورم انت عزيز عليك القهوة تيقول لك سي لو جيست كي كونت نعم كنموت على القهوة يعني انا كنشرب الا ما شربتش كنشرب 4 5 ديال القهوة في النهار داكوغ ولكن كتكلميك ولا كتفيقك؟ حيت انا مثلا ما كندخنش عمري ما دخنت ولكن عزيزة عليا القهوه ما عرفتش علاش عندك القهوه واتاي اتاي كبرنا به ماشي عزيزة عليا حنا كبرنا به بعدا كناكلو خبز واتاي في الغداء وكنشربو اتاي مورا الغداء اللي هو الخبز واتاي ولكن كان لذيذ كيجي لذيذ بيان سي ما بقاش دابا دابا الناس ترفعات حتى واحد بقى كيتغدى بالخبز واتاي وانتوما مرحبا بك السكر ولا ما فيهش انا حيت ما كناخذ شي السكر ولكن تفضلي شحال بغيتي شحال بلاش احسن ليك باش تبقي عرفتي راه السكر تيغلط انا مثلا حتى المعلقه بعصير ما تنديرهاش راه غير ولا لا الله يعطيك الصحه الله يبارك فيك الله يبارك بعدا كيف جاك غزال هذا الكلوب زوين بزاف هذه ماشي الدار ديالك لا هذا دابا هذا نادي نادي ديال فيه الخيل فيه التنس ميني فوت فيه لا بيسين فيه ودرت الدار ديالي في هذا النادي هذا هذه دار ثانويه اللي كنجي ليها بعض الخطرات انا والمدام والبنيه وفي بعض الاحيان كنجي ليها بوحدي تنبغي نكون بوحدي بحال مثلا اي عمل فني تنجي نكتبه هنايا تنجتمع انا والاصدقاء ديالي هنا لان الجو زوين والهواء مزيان فكنكونوا مرتاحين تنكونوا بعاد يعني علاش علاش انا عرضت عليكم باش تجيو المكان اللي مختص للمجال الفني والبلاصه اللي عزيزه على قلبك والبلاصه اللي عزيزه عليا غير بغينا نتشاركوا معك داكشي اللي فريمون قريب ليك وعزيز على قلبك مرحبا انا بغيت الكويزينه بعدا عزيزه على قلبك كاين شي طواجن لا هو انا بحق الطياب ما تنطيبش انا غير دابا كاين شي حيوات ولا كاين شي حاجه انا كناكل ولكن عندي المرحات قالت تبارك الله تطيب شنو هي الحاجه اللي كتموت عليها من يدين لاله رجاء هو كلشي اللي كتصوبو مزيان غير انايا مع عروبي عزيزه عليا رفيسه وعزيزه عليا كسكسو هادو هاد المقسم ما يمكنش يدوز شهر وما ناكلش ولا غير مره واحده يعني رفيسه بالدجاج بلدي يا سلام والكسكسو بسبع خضاري ومع الخضره بالتفايه كتشهي فيا لا مازال كتشهي فيا انا ماشي الكرش ديالي كي ولات تبارك الله بصحتك وراحتك الله يبارك فيك الله يبارك اي والله يعطيك الصحه على هاد القهوه وصافي ياك مزيان عندي ما نقول لا انا القهوه مجهد فيها عندك القهوه اتاي مجهد فيهم من غير القهوه اتاي شو باش ديري على ذكر اتاي قلتي لي قبيله كبرتي مع عندك علاقه حميميه مع اتاي ماشي حنا الاغلبيه ديال المغاربه عندهم علاقه حميميه مع حتى الوزير الاول راه قال هاد الايامات صح ما سمعتوش ملي قال لهم باننا حنا راه كبرنا بالخبز واتاي وفعلا ان واحد الوقت كانوا اغلبيه ديال المغاربه كان الخبز واتاي كان من ضمن الوجبات ديال الغداء ولا ديال العشاء فانا في الطفوله ديالي كنا دوزنا في السلطان يعني حنا كنا واخا ما كانش الامكانيات وكان الانسان ما عنده شاي ولكن كانت الحياه اسهل وكانت ابسط وكانت اجمل ان كانوا الناس كيقول لك غنجمعوا على كاس تاع اتاي ونشبعوا ضحك ممكن تحط لهم ديالك زوينه يعني كتفكرها بحنين كتقول يعني دوزتي لحظات زوينه ولا كاين شي لحظات شويه كانت صعيبه هو الطفوله ما يمكنش تقول زوينه ولا خايبه لان كاين انا طفوله من واحد الناحيه انني يعني بما يخص دما الحياه العائليه ديالي كان هناك دفع عائلي كان حنان عائلي الحمد لله كبرت مع خوتي مع الوالده والوالد كبرت في يعني اكيليبري سوغ لو بلون سونتيمونتال كنا تبارك الله تسعود بنت وثلاثه لان لقاو الزحام قالوا نمشيو نخليو دوك سته يعيشوا على خاطرهم فبقينا سته ديال الخوت ثلاثه البنات ثلاثه الاولاد انا صغرهم انا هو الصغير فيهم هو اخر العنقود انا اخر العنقود ما كانوش باغيني
بصح جيت صحه دخلتي صحه في العائله دخلت صحه دخلت يعني جيت صحه كانت شي ما كانت تقول الوالده الله يرحمها كانت تقول لي حنا كنا باغيين زعما كاع الوالده لدرجه انها كانت بغات تفك مني ولكن والو بقيت لاصق وجيت ف يعني كبرنا في واحد الجو اللي هو درب السلطان كنا في واحد الحومه اللي هي معروفه وعندها تاريخ الان انا اصبحت رئيس ديال جمعيه ديال زواج ديال درب السلطان لان باش الانسان انه ممكن ينجح في حياته الا بغى ولا تابر ولا خدم راه ممكن ينجح والحمد لله دابا ملي كتفكر ديك الايام الزوينه وكتفكر الجيران وكتفكر ديك العشره وديك اللمه وداك يعني تتحس بواحد الحنين بطبيعه الحال لان الان شي ما بقى كيسول على شي سعيد ما عرفتش علاش عندي احساس انك فاش كنتي صغير كنتي شيطان دابا وليت مالك ما باقي شيطان لا يعني بين عليك كنتي اكتيف مشيطن كنت مشيطن لا انا من الصغر ديالي فعلا كنت ملي كندخل للدار تلقاهم بعض الخطرات مقلقين ولا عرفتي الظروف المعيشيه شويه صعيبه داكشي فكنت انا الوحيد اللي واخد الدنيا كلها ببساطه يعني كنت كنضحك مع صحابي كنت كنضحك كنت عندي النكته حاضره كنا كنمشيو للشموري اذا كنت انا كانت الكوميديا فيا وانا طفل صغير لدرجه ان واحد الوقت بدي نعاود لك واحد النكته وقعت لامي كنا طلعنا للطوبيس كان ديك الساعه الطوبيس 7 دريال اجي نقول لك انا في الستينات كانت عندي واحد 6 سنين ولا ما انا ما عقلتش بزاف ولكن من ضمن الحوايج اللي الطرائف اللي كانت تحكيها الوالده ومن طلعت الوالده ما فهمت تخلص عليا انا كان بكري خصك تكون عندك 7 سنين تتخلص الطوبيس ومسكينه جات لعند داك الروسوفور قالت له راه الله عنده 5 سنين وانا وسط الناس اللي عندك ما تثقش بها انا راه عندي 7 وهو بقى يضحك والصدق اللي مخلص لنا لامي فكان هذاك اول كاشي خديته انا خديته في الطوبيس 7 دريال 7 دريال لا اش 14 ريال حتى 14 دريال لا كنت 7 دريال ديالي و7 دريال ديال امي حتى امي ما خلصاتش ما عطاتكش قطه العزه حيت كنت لا بالعكس ملي ما خلصاتش مشات فرحانه ولات تقول لي ديما بغاتني نفضح حتى عند مول التوب ساعه ما صدقاتش انتو كما مرحبا بك على اللعبه وهذا محل ديالكم وانا فرحان انني ندوز في هذا البرنامج وكيف قلت لك قبيله مرحبا بك بزاف 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 الله يكون بزاف ديال لي زانترفيو بحال هكايا وفنان اخرين حتى هما يشاركوا ان شاء الله ويكون هذا البرنامج عنده نجاح خصوصا ان المخرج ديالو صديق ديالي اللي هو سينو في البراوي اللي عنده علاقه وعنده تبارك الله عندي علاقه معه طيبه جدا لا هو الزوجه ديالو توريا العلوي لان النجوميه ديالي بدات مع توريا العلوي الحمد لله غادي نهضروا على هذا الشيء كله انا راه شوف راه مازال ما دخلتش معك في المعمعه صح وانا قلت يلا فهمتي ما بغيتش نخلعك من الاول تمشي تسبق عليا انا وليكيب ايوا عرفتي اش غديري دابا ملي باغي نهضروا بمعقول بغيت المعقول تهزق هيوتك غتجي معايا للصالون فين غديني الصالون ما تخافيش غنجلسوا في الصالون على خاطرنا وغادي نذاكروا بشويه باش انا نقدر حتى نركز معاك في الاجوبه تركز مزيان معايا تفضلي غير ما تسبقش عليا تفضلي سي سعيد هذه الجلسه زوينه انا عرفتك علاش بغيتي تجي تجلسني وتريحني بغيني زعما نسهل معك الاسئله لا لا تفضلي قولي اللي بغيتي كاع الحاجه اللي ممكن تهمكم وتهم الجمهور انا ما عنديش مانع نجاوب عليها بغيت نقول لك بعدا ذوقك زوين في الدار واش عندك شي الوان يعني حيت كتشمل الالوان شويه هكا تيغ كتختار اكسبري هاد الالوان باش كتري تراح وفحقا ماشي انا هي الاختيارات ديال المدام هي اللي عزلها هذه ديال دي الدار ثانويه كيف قلت لك ديال العروبيه فحاولنا ان نخليوها شويه عروبيه يعني نديروا فيها الوان اللي غاده في اي ولا لاحظتي ان الكلوب كله مبني بواحد الطريقه اللي هي قديمه بحال بالتراب وبالتبان بحال ولو انه دابا تيبعد غير بشي 20 دقيقه على الدار البيضاء فاللي كيجي لهنا تيحسب له راسو راه في مراكش ولا راه في ورزازات كيخرج من الجو ديال كازا في الجو اي طبيعه الحال طبيعه واخا ندخلوا الاسئله المعقوله قلت لا 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 يلاه نبداو خليتي انا بغيت نقول انا قلت خلي نقول الاسئله المعقوله نخاف لا 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 بغيت غير نعرف هكا لو باركور ديالك انت تخصصك قرايتك بداياتك يعني كي بغينا نقولوا كانت في اتجاه وسفغي الحلم ديال التمثيل والمسرح كان من الاول ولكن واحد المرحله في حياتك بحال شويه بعدتي ومن بعدها رجعتي لا انا ما بعدتش هو انا يعني كانت الدراسه ديالي بطبيعه الحال كان حنا كان حتى واحد ما كيتيق في الميدان الفني في المغرب ولحد الان لان ما كايناش عندنا صناعه ما عندناش المستقبل تيبان لك غامض في الميدان الفني لا بالنسبه للشباب الحالي ولا الشباب اللي كان قبل فكانوا والدينا دائما تيقولوا خصك تقرا هو الاول لكن ملي خديت الباكالوريا ديالي مشيت للولايات المتحده تما كديت المدرسه ديالي تنقرا فبريباريت لا ليسونس الاولى الاجازه الاولى والاجازه الثانيه بعد مشيت لبلجيكا علاش ما قريتيش السينما انا كنت نقرا المسرح ماشي السينما كنت نقرا المسرح لارت دراماتيك في امريكان اكتشفت واحد ما يسمى بالستاند اب كوميدي ما عندناش ما كانش لهنا لا في فرنسا ولا في الدول العربيه هي اللي كنسميوها دابا الوان مان شو
ستاند اب كوميدي هو الاداء الفردي على خشبه المسرح بميكروفون وكتحاول تحكي المشاكل اليوميه ديالك. ملي مشيت لبلجيكا تعرفت على لي شونسولي هما غي بودوس دوفوس، يعني اللي كانوا كيديروا الكوميديا بواحد النوع اخر، يعني كتلقى سور سين ومع ان بيانيست وتيدير دي مونولوج اولا دي سكتش. تماك تعرفت على نوع اخر ديال الكوميديا. مني خديت الماجستير ديالي في اداره الاعمال اللي هي الموازات ديال الدكتوراه ثروازيام سيكل، دخلت المغرب خدمت في لو سي بي واحد السنه، ومن بعد خدمت في البنكه. ولكن في نفس الوقت بديت كنمارس التمثيل بواحد الطريقه ما بحال شي هوايه، وبديت كندير ستاند اب كوميدي. فدرت اول وان مان شو او لا ستاند اب كوميدي، يعني حاولت ناخذ شويه من الاعمال الطريقه الامريكيه الطريقه الفرنسيه والحلقه، وبديت كنادي ما يسمى بالمونولوج. وهذا بديت بالمونولوج هو الاول. فكان اول عرض درته كان سنه 1987، دخلت لي شي 25 واحد ولا مره، وكلهم عرض عليهم كاين واحد 35 شبو من يجي. ومن بعد بداو الناس ضحكوا اول عرض ديالك بطبيعه الحال. انا كنت كنقدر نضحك الناس وحنا جالسين غير مع بعضيات. وحنا معروفين المغاربه بواحد القضيه هو الشدان، كل واحد شاد في واحد، يعني هذه معروفين بها المغاربه وتخلق واحد الجو. فهاد المسائل تتعاون، والمغربي صعيب باش تضحكوا، اصعب جمهور هو المغربي، لان المغربي متشبع بالنكته. على ذكر النكته، يعني انت جبتيني هذا السيستم ديال وان شو بغيتي تنجح فيه، عاودنا كيفاش درتي خرجتي وقررتي يعني تحبس الحياه المهنيه كموظف تقول لا انا ما تخلقيتش باش ندير الكرافات ونجي في الصباح مع 8 ونصب القهوه، انا تخلقيت باش نوقف على المسرح باش ندير شي حاجه لا كوميدي في المغرب. بقيت كندير لا سميتو لي زانيماسيون في الليل. الليله كاع انا كنت مشيت لقيت لي طاماجور ديال البنكه كلها جالسه تماك، فتماك قلت صافي غادي يجريو عليا. مني ساليت وعجبهم الحال جيت لعند الرئيس المدير العام قلت له شوف انا الا بغيتي تجري عليا من البنكه غير جري عليا، اعطيني واحد شهر ثلاث شهور بما ندبر على راسي. بقى تيضحك ليا، بالعكس انا سام في بليزير يكون عندنا موظفين في البنكه اللي يكونوا بحالك هكذا. وكانت اول مره عطاني سبونسور، كنت اول واحد سبونسوريزي بار لا بنك باش ندير لا تورني ديالي بالوان مان شاو ديالي اللي كان سميتو دي كوكو. كان على واحد اون باغودي ديال واحد البرنامج كان كيديرو رشيد فكاك الزميل ديالنا وصديقنا، كان تيديرو سميتو ديكو، وانا داك ديكو كانت مع واحد البنت اسيستون ديال سميتها خديجه، وعملت عليها سكتش وعملت سكتشات على القناه الثانيه. كان ديك الساعه يلاه تيات لونسات، فلقات اعجاب ديال الناس. واللي جميل هو انه النهار اللي خرجوني هما في الجرائد عيط عليا، يعني بداو كيهضروا عليا صوت العرض ديالي الكاسيطة ما عرفتش كيفاش طاحت عند القناة الثانية، شافها المدير العام وعيط لي في التليفون أنا في البنكة، قال لي راه بغيتك تجي لعندي. وأنا صحابي شي واحد كيتفلى، قلت له ودي واخا من بعد أنا المدير ديال التلفازة غيهضر معايا، أنا ما هضرش معايا حتى الشاوش. وقطعت عليه، قال لي واش غدير أنا غنقطع وأنت عاود عيط. وقطعت عليه ما عاودش عيط شي مدة ساعة. من بعد الكاتبة ديالي قالت لي هو غير عيط ما عرفتي، وانا نعيط له وما يقول لي تعطلت يا صاحبي. وفعلا ومشيت لعنده وقال لي راه هذا هو النوع ديال الكوميديا اللي بغينا للقناه الثانيه، وكانت القناه الثانيه هي الاولى اللي احتضنتني يعني باش نقدر، فقدموا لي جميع المساعدات باش على ذكر القناه الثانيه. هنا عندي شي تصويرات رانا بقشت لك عطيت راسي الحق قبيله. طبيعه الحال مرحبا مرحبا. لقيت واحد التصويره كتفكرنا بها، اول سيت كوم ديالك مع القناه الثانيه. لا ماشي مع القناه الثانيه، اول سيت كوم درتو هذاك اللي درتو مع القناه الاولى. لان ملي كنت قدمتو للقناه الثانيه كان ديك الساعه باقي ما عندهم استعداد يديروا هما يا السيت كوم. كان صديق ديالي الله يرحمه السي عزيز الشهال، فالان فكرتيني في اصدقاء بزاف اللي مشاو مساكن، وللاسف من الناس ما كيذكروش بحال هاد الناس، خصنا نبداو نهضروا عليهم ديما لان ما نساوش شنو قدموا للتلفزيون. فهو خدا من عندي السيت كوم، وكانت عنده واحد صداقة حميمية مع المدير ديال التلفزيون، وعطاه له وقال له انا راه ضامن ان هذا السيت كوم غينجح. وفعلا تعاون معايا في الانتاج ودرنا السيت كوم. كانت معايا فيه توريا العلوي، كان ديك الساعات هي في الاوج ديالها وفي البدايات ديالها، كانت يلاه دات وداك الشيء، وكانت هائلة جدا. وكان معنا عبد الرحيم برقاش. عبد الرحيم برقاش ما كانش كيدير التمثيل الله يرحمه، كان جميل جدا داك الطيب بزهقاق وفي الضحك طيب. وكان معنا ناصر الهوير اللي كان هو المخرج، وكان هذاك هو سبب النجوميه ديالي. صفراء وصفراء وحمامه.
سعيد. سعيد شنو؟ اشنو سيريت انا وياك؟ سيريت انا وياك انا وخويا ومراته. ماشي اكس فايلز. سي الهوير الله يعطيكم الصحه. شكون اللي عنده الكاس كيقول سي الهوير؟ واش انا سيريت مع اكس فايلز؟ واش انا وخويا ومراته مع اكس فايلز؟ حشومة عليكم. ما تهداش معاكم سعيد. عبد الرحيم بنتي عارفها، عرفتوني كانت تخلع صافي. حشومة عليكم، حشومة عليكم. صافي غنكملوا السي ناصر. حنا تعودنا عليك في رمضان، انا كي جا رمضان كنعرفك، كنشوفك في التلفازه كنعرف رمضان. يعني بحال الحريره ولا صح. هادي بغيت نسولها لك، ولكن ماشي دابا، غادي ناجل هذا السؤال. علاش ما شفناكش هاد رمضانات اللي داز؟ شنو واقع؟ بغيتي نبقى نتشكى عليه؟ لا لا والله ما نتشكى، بغيت نعرف علاش. كاين اسباب بزاف كيطرحوا. بدات مغامره جديده، وهذه المره مع السينما. التصويره باش كتذكرك؟ هذاك اول فيلم اللي هو البانديا. اولا انا ما درتش اول فيلم هو البانديا، كانت اول فيلم كنت كتبت سيناريو سميتو ولد الدرب. هذا ولد الدرب كنت كنقلب على مخرج ديالو، انا ما درتش اخراج سينمائي. فكان المخرج ديالو هو بن جلون، فهم حسن بن جلون، كان افلامه معروفه والريجيستر ديالو معروف. انا جيت بنوع اخر اللي هو نوع ديال الكوميديا في السينما، فما اقتنعتش بالفيلم ديال ولد الدرب اللي دار، ودرت كتبت الباندية اللي كان في الاصل كان مسرحيه. الباندية بديت تنقلب شكون اللي غيدير لي الاخراج، كنت نشوف شي مخرج اجنبي. وانا تنتكلم مع كلود لولوش في واحد الغداء، بديت كنعاود له الفيلم. قال لي ودابا انت كتعاود الفيلم راه ممكن دير له الاخراج. قلت لي كيفاش؟ قال لي راه الاخراج راه هو انك تحلم، وداكشي اللي كتحلم به تحاول تطبقه. هو اللي اقترح لك الفكره؟ يعني هو اللي اقترح لي البال. ما جاتنيش على البال انني نكون انا واحد النهار مخرج سينمائي. فما قلت لي ولكن راه خصني. قال لي لا، اول حاجه خص تعرف هو ان الفوف دوكيمونتي، يعني قرا شويه، عرف شنو هما لي زاكس ديالك، عرف. ولكن راه كاين ناس مختصين هما اللي غادي تحلم وهما غادي قلب على اون بون ايكيب تكنيكي، تكنيسيان مزيانين، تقنيين يكونوا مزيانين. فخدينا واحد شافو اللي كان مزيان، وخدينا تقنيين مزيانين، ولقيت راسي انا بيان اوتوغي. وليت اللي كنحلم بها وما تيطبقوها، تنقول لهم انا بغيت نكون هنا وتشدني الكاميرا من هنا ونكون هنا، فهما تيتكلفوا لانهم هما اللي حرفتهم. وكي درتي تبارك الله نجحتي فيهم بجوج، او ميم طون باطل، او ميم طون يعني مخرج. اول مره، اول مره كتجرب مرغم اخاك الى بطل. هو يعني لقيت راسي مني نجح الفيلم ديال الباندية، لقيت انني عندي امكانيات في الاخراج اللي ممكن ان ندير افلام اللي تعجب الناس. يعني ماشي ضروري نكون ممثل فانا، ولكن نقدر ندير افلام اللي تقدر تعجب الناس. فاول حاجه تنقلب عليها دائما هما انهم يكونوا معايا تقنيين في مستوى عالي، اللي هما اللي يكونوني في نفس الوقت. لان التقني هذاك الكاميرامان اللي تيكون قدامك راه تيقدر يكونك، لان ملي كتكون فهمتي يقول لك اتونسيون، راه هنا كاين واحد لو سوداكس، هنا راه ما يمكنش نديروا هذه السيناصيري، هذه القضيه راه اللي درناها راه ما غاديش تكون هنايا، كاين اللي مكلف. انت كتصنت يعني الهضره، الا شي واحد اختلف معك في الراي كتقبل له هذا ولا متعصب شي شويه؟ وانا على المخرج. سولي المخرج ديالك السي براوي. بغيتك تعاود لي على اخر فيلم اللي هو التصويره اللي جايبه انا دابا ديال الحمال. اي الحمال. الحمال التجربه كي جات الفكره؟ هما كاينين جوج الافكار، كاينه عندك ساره والحماله. هادو جوج الافلام اللي انا اقتبستهم ماشي ديالي. علاش اقتبستهم؟ انني بغيت ندير واحد الفكره، رغم ان ساره لقات انتقادات من بعض الناس لانهم ما فاهمينش نوعيه الاقتباس اللي كاينين. هو ان كاينه افلام اللي كتكون تتعملات مثلا في الاربعينات وفي الخمسينات واللي عودوها الامريكان نفسهم. يعني بحال خديتي مثلا اوشنز 11 اللي فيها سميتو كلوني وفيها براد بيت وفيها عدد كبير من الممثلين. هذاك الفيلم كان لعبوه هانفري بوكارت في واحد الوقت وشدو عاودو، كيتسمى ريميك ديال الفيلم، بحال الاغنيه، بحال ملي كتاخذ اغنيه وكتعاودها. فانا عجبوني هذوك لي سوجي، وبغيت ندير واحد النوع ديال لي سيري، واحد اربعه ولا خمسه ديال الافلام من هاد القضيه مقتبسه. وتنخلي بعض اللقطات اللي متشابهه مع الفيلم الاول. علاش؟ باش يعني باش تتبقى واحد بحال واحد شهاده تنشهد على راسي بان هذاك الفيلم راه ديال هذاك المخرج. وان ولكن واخا نتقدوك في ساره عاودتي اقتباس اللي تنتقدوني ماشي لا اللي ماشي اللي نتقدو ماشي نقاد. هذا اللي عندهم مواقع وتيكتبوا ما فاهمين والو في السينما، لان النقاد ديال السينما وديال الاعمال الفنيه في المغرب راه قلال، راه معدودين على الاصابع.
الناس اللي تيكتبوا تيعرفوا، اما كاين بعض الوحدين اللي تيتقاسوا الفضول تيقول لك حنا هذا تيبدا تيهضر هو ما فاهم والو. كتقبل النقد يعني فاش كيكون الناس مهنيين وكتحاول تجاوز داك النقط، ولا انت من الناس اللي صافي كتعجبك الخدمه ديالك كتبعها؟ لا لا لا، ما يمكنش واحد القضيه. النقد البناء مهم بالنسبه لاي واحد، الا ما كنتيش كتقبل النصيحه وتقبل الانتقادات ديال الناس ما عمرك ما غتمشي بعيد في حياتك. حتى واحد النقد كينتقدو وقل لي وجهة نظرك. بزاف الناس كينتقدو كيقولوا ان مثلا الاعمال السينمائيه اللي كتقدم هي تجاريه، يعني كدير لو بوز كتدخل هذا، ولكن ماشي يعني افلام. هذا اختيار. انا نقول لك واحد القضيه، ان الافلام كلها تجاريه، افلام العالميه كلها. دابا اول حاجه ملي كتفرجي في لي بوكس اوفيس اللي كيديروا اش كيهضروا، تيهضروا هذا الفيلم شحال دخل شحال دخل شحال دخل. كاينه اعمال اللي كتسمى اللي كتعرض في لي سي دي فيلم دو ريشيرش، حيت راه كاين الناس اللي غلطين كيسمع سينما المؤلف ما فهمش اشنو هي سينما المؤلف. تيصحاب سينما المؤلف هو داك الفيلم ما مفهومش ولي فيه فلسفه. لا، سينما المؤلف معناها ان المؤلف هو مخرج الفيلم، لو سينياست لويمام. انا كنالف فيلم وتندير له الاخراج فكتسمى سينما المؤلف. اما لو تيم والطريقه باش كنهضر عليه ولا فكاين مدارس سينمائيه، هذيك المدارس السينمائيه هي التي تختلف. اسمح لي نقاطعك على ذكر هادشي اللي قلتي، انت يعني كسعيد بغض النظر على الفنان، شنو نوع الافلام اللي كتساوي كتعجبك تتفرج فيها؟ انا كنتفرج في كلشي الافلام، ولكن اللي كيهم بعض الاحيان تنبغي نتفرج اكثر كنتفرج في الافلام التجاريه اللي كاينه. مثلا ملي كنشوفوا الافلام كلها اللي كتدور ديال اكبر مثال اللي نقدروا نعطيه هو الولايات المتحده، هي هوليوود، افلام ديال هوليوود. فافلام هوليوود كلها كتعتمد على البوكس اوفيس، كتعتمد على العدد ديال 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 المداخل، شحال دخل تفرج فيها من واحد، شحال دارت ديال الملايين، شحال دارت ديال الملايير. ما تنهضروش، اذا كنهضروا على التجاره. انا اختيار، انا تنبغي نسعد الجمهور. لو كان كنقلب على المهرجانات ما كاين مشكل، غادي نصوب فيلم، لان باش نصوب الكوميديا نقدر نصوب فيلم درامي، وهذاك الفيلم الدرامي وندير انا ادوار دراميه ونخرج بها للمهرجانات ونتفلسف بها كيف ما بغيت. مي هذا اختيار، انا تيهمني يعني انا تنامن بهم مقتنع بهذا. انا الجائزه الكبرى ديالي هو مني الجمهور تيدخل لو غون بوبليك ان باش القاعات ديال السينما ديالنا يخدموا ونحاربوا البيرات. خصنا نديروا افلام مغربيه لو غون بوبليك، يعني الجمهور اللي يفهمها كل شيء ويقدروا يدخلوا الناس، لان المغاربه تيبغوا يدخلوا الافلام ولكن ما كاينينش. ملي كيدخل الفيلم تيشوف شي حاجه اللي ما تتعجبوش، اما تلقى بعض اللقطات اللي ما تعجبوش او لا تلقى شي ولا ما تفهموش، يعني تفهمش الفيلم علاش كيدور. انا كاين افلام مع كامل احترامي للزملاء ديالي مغربيه اللي دخلت ما فهمت والو، يعني دخلت تفرجت في الفيلم. تعطينا شي سميه؟ ما يمكنش نعطي سميه لان ما يمكنش نحكم، انا ما يمكنش نكون جوجي بارتي، ما يمكنش نكون حكم ونكون هذا، ما يمكنش. ولكن نقدر نقول لك ان كاين افلام اللي تدخل تعجبني كنضحك وتنتفرج وتعجبني، كاين افلام اللي ممكن تحرجك اذا كنتي مع العائله. حنا كنبقاو دائما مغاربه. انت ضد هذه النوعيه ديال الافلام؟ انا ماشي ضدها، ولكن انا ماشي ضدها بالعكس، غير انا ما تنحبذها شيء، انني انا تنقول من الاحسن اننا نديروا افلام اللي بدا يدخل الجمهور باش على الاقل المستثمرين يبداو يتشجعوا يبداو يحطوا. ومن تولي عندنا لا كونتيتي يولوا عندنا القاعات، ديك الساعه يمكن لك تمشي تبدا دير اللي بغيتي. من الان حنا محتاجين ان تكون عندنا صناعه سينمائيه. سي سعيد هاد الوجيه فايت لي شتو هذاك انا هادي التصويره كنا تنتبوردو وهي مبنيه على الصوره ديال بصح عزيز عليك التبوريده ايوا هذاك الشيء اللي حنا الكلام كله ديرينو على قبل التبوريده وعلى قبل الخيل، لان انا تنبغي الخيل، انا الخيل تنبغيهم وانا صغير. ونهار ولا الحمد لله عندنا امكانيات وداك الشيء، حاولت انني ندير تربيه ديال الخيول، ومن بعد درت نادي باش يقدروا يستافدوا الناس من التبوريده، لان بزاف تيبغوا يديروا التبوريده لان هي كتخاض غير اب عن جد. فبزاف تيبغوا يعلموا ولادهم التبوريده ولكن ما كيلقاوش فين. فانا درت هذا النادي هذا باش يبداو الناس يجيو يعلموا وليداتهم يركبوا على الخيل ويتعلموا التبوريده. آية الكرسي كتخاف على راسك من العين. هذه آية الكرسي هذه كاتبها بنتي وهي عندها حوالي كنظن 6 سنوات، كتباتها بالسمق وبهذا، وكانوا فيها بعض الاغلاط لان له ما في السماوات وما في الارض، هي كانت دايره والارض وصححتها لانايا وخليتها وحتفظت بها. هذه عندها تقريبا
دابا الان عندها واحد تقريبا واحد 14 عام هاد اللوحه هادي. تبارك الله الله يخليها لك. احتفظت بها وبالفعل كتخاف عليك يمكن من العين وعطاتها لك باش هو العين راه كاينه الله يحفظنا وصافي ما قدكش روق منا ما قدكش هاد الهضره اللي كتسمعي وهاد الصداع اللي نايض على سعيد المصاري فعلا سعيد انا خصني نسولك على هاد الصداع واش انت اللي كدير ولا هما اللي كيديروا لك؟ لا لا نسولو نهضروا عليه من بعد ان شاء الله. سي سعيد هاد المشروع يعني معروف انك داير هاد الكلوب لانك باسيوني بالفروسيه وكل شيء ولكن انا سمعت كاين عندك شي مشروع كتحلم به. عندي مشروع كبير وكنتمنى من الله انه يتحقق يكون ان شاء الله في الدار البيضاء في سيدي معروف تقريبا 81 الف متر اللي غادي تبنى فيها مدرسه ديال الاعلام والجورناليزم وكل شيء وفيها فين غنجمعوا كاع الشركات ديال الاعلام وغيكون فيها استوديوهات كبار يعني غيكون اكبر استوديو في افريقيا ان شاء الله 1400 متر وفيها تكوين ديال التقنيين وفيها عدد كبير ديال الاشياء اللي ان شاء الله احنا الان بصدد البحث على مستثمر اللي عنده امكانيات اللي يقدر يدخل معنا باش نقدروا نبنيو هذا المشروع. هذا واش يكمل الجوله ديالك باش ما تسخنيش؟ انا في الهضره بزاف اللي بغيتي تتابعني راه ما غاديش نسالك. مزيان مزيان غادي نديك لواحد البلاصه زوينه نجلسوا فيها. سعيد صح انا راه عييت دابا انا بغيت قاعد فاميليا عييتي انت كنا جالسين من الصباح وانت كتنقري جلسنا حقا سخنت حقا بغيت نجلس مرتاحه شويه حنا نخرجوا نتسالاو عرفتي اش غدير انا عرفتك غدا تعيا والله الا عييت لا انا عرفت انا عرفتك غدا تعيا ومع لبسه الطالون قلت لهم وجدوا لنا واحد طبيله وجوج قهيوات في واحد البليصه تحت النخله يلاه يلاه هادي هادشي هذا بلان زوينه باش تعرفي الفنان انت تهضر في الاعلاميين يلاه يخطيك شكرا تفضلي شكرا انا راه قلت لك عزيزه عليا قهوه او فين ما مشيت كيوجدوا لي القهوه ديالي حتى انا غادي تولي عزيزه عليا صافي دابا تيغتبلي لي الصباح دابا هاد الليله ما نعش غتبلي بالقهوه ثقيله يلاه انت مني جيتي وانت كتشكي انا اول مره كنشوف شي وحده اعلاميه جايه كدير لها انترفيو كتشرط هذه ثقيله هذا كاين الصاد اش بغيتي ندير يلاه كملي وضعي الاسئله ديالك باش نسالي وصلنا الفقرة ما قبل الأخيرة لأن قلتي لي الفقرة الأخيرة غتكون المفاجأة ديالك أنا ما كنساش أنا عندي لك مفاجأة أنا اللي عندي لك مفاجأة المخرج بغينا جوج دقائق ولا ثلاثة المفاجأة أنا ما غنخرجش من هذا الكلوب إلا ما درت ليش المفاجأة لا غادي تكون المفاجأة الفقرة الأخيرة هي واحد الفقرة سبيسيال عندنا بحال اللي كنبغيو ندخلوا فيها مع الفنان الداخل ديالو ونسولوه أسئلة فريمون خاصة جدا بغيتك تكون معايا صريحة سعيد ما تسولنيش شحال عندي في البنكة ماشي كاع ماشي كاع تفضلي أول سؤال سعيد علاش ما بقيناش كنشوفوك في التلفازة؟ ماشي أنا ما كرهتش أنني البرامج أنا عندي وعندي أكثر من السيتكومات اللي موجودهم للتلفزيون عندي مشاريع للتلفزيون لكن للأسف التغيير اللي وقع مؤخرا وخصوصا مع المجيء ديال وزير الاتصال الجديد اللي دار هذه القضية ديال دفتر التحملات الناس اخرين استغلوا هذه المساله هي فكره مزيانه لان باش تكون هناك واحد النزاهه وان تعطى حدود للجميع لكن للاسف الشديد هذا الشيء هذه النزاهه وهذه الحدود اللي كان ده ما بانتش لان نفس الاشخاص اللي كانوا خدامين هما اللي باقيين خدامين هما اللي كيشدوا خمسه سته ديال البرامج فما يمكنش شركه وحده كتشد اربعه خمسه ديال البرامج شركه اخرى ما كتشد برنامج فكاين شركات اللي بساط اللي كنا تنخدموا على حسب الامكانيات اللي عندنا الان ما بقاتش كنقدروا نديروها فهذا حد من التواجد ديالي حد من التواجد ديالي فكذلك ان الاعمال التي تعرض عليا من خلال هذه الشركات لان كاين شركات اللي كياخذوا المشروع وانت كتشوفي الاعمال والرداء ديالهم اللي كدوز ان كاين اعمال ما عرفتش كيفاش كتقبل بكري كنتي كتلاقى مع المدير ديال التلفزيون اولا مع الناس اللي مكلفين بالبرمجه هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالهم وعارفين لا سيبل ديالهم يعني ملي كتهضر معاهم عارفين الناس اش بغاو وتيقول لك حنا بغينا مسلسل من هذه النوعيه ومن هذه النوعيه فبطبيعه الحال كان شويه ديال الزبونيه وشويه ديال هذاك باك صاحبي ولكن دابا ولات باكثر فهذه من المشاكل اللي انا وقفتني ولحد الان دابا اكثر من اربع سنوات وانت غايب ما اشتغلتش ما اشتغلتش لا في التلفزيون لا هذا ولا ذاك نتمنى من الله ان يتحلوا البيبان ويداروا قنوات خاصه باش تولي واحد النوع من المنافسه وكل شيء يبان ديك الساعه شكون اللي تيخدم وشكون اللي ما تيخدمش ما يبقاش هذا الشيء اللي عايشينه الان اننا كنعتمدوا على واحد موظف ما سوقوش هو يطلع ولا تنزل خلصتو راه تياخذها يعني كانت طالعه نسبه المشاهده راه ما تياخذ ريال كانت نازله راه ما تياخذ ريال يعني تيبقى موظف عنده الامر ما كيختلفش بالنسبه لي كيختلفش يعني ما كاينش واحد لا موتيفاسيون باش بينما في قنوات خاصه يحاسب على العمل ديالو هنا للاسف الشديد لا يحاسب أن تلقى مثلا التلفزيون كيدوز اعمال بعض الخطرات رديئه ولا يحاسب عليها ف
فبطبيعة الحال غادي تبقى الأمور غدا هذه. وتيقول لك واحد المثل: إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظري الساعة. هذا هو المشكل. أنت مشاغب شويه وانا كدابا هادشي اللي كندير راه مشاغب. انا مشاغب وكلشي تيعرف هذه المساله. واش عندك شي مشاكل مع الصحافه ولا هما عندهم مشاكل معاك؟ بالعكس انا كنفرح ملي كيكتب صحفي، لان لا يهتم بك صحفي. صحفي معنى الكلمه والقلم ديالو مزيان وتيكتب عليك، فهذا اهتمام. مخي يكتب عليك خيب، المهم اصعب حاجه هو ان الصحفي ما يكتبش عليك، ما يهتمش بك، ولكن اجمل حاجه انه يكتب عليك بالمزيان وبالخيب. كياخذ واحد الوقت وتيكتب وتيكتب مقال مزيان وتيهضر عليك سواء بانتقادات او لا بس. ولكن بعض المرات كنسمعوا شي اخبار من هنا ومن هنا ما كنعرفوش نتيقوها ولا لا. شوف لالا ماجده، خص تعرف بان الانسان ملي تيكون نجم في بلده، اكبر دليل على انه نجم في بلده هو ملي كتكون دايره به الاشاعات والهضره والناس كيكتبوا عليه والمواقع كلها كتكتب عليه وانه تيولي ماده دسمه. هذا اكبر دليل على النجاح ديالو، لان الا ما كنتي شيء مهم حتى واحد ما يهضر عليك، حتى واحد ما يتكلم عليك. قل لي اكثر اشاعه ضراتك. انا حتى اشاعه ما ضراتني، لان الاشاعات ما كتضرش، غير هي ما بغيتي تقول بانها تتشغلك في بعض الاحيان او لا كتسبب لك في مشاكل مع ناس اخرين، يعني بحال دابا مع لي سبونسرز، مع الناس اللي كيبغيو يتعاملوا معك. حيت دابا مثلا ملي كتكون تتعامل مع الناس اللي كيبغيو يديروا معك مشاريع ولا هذا، ملي كيسمعوا تيخافوا حتى هما يدخلوا في ديك الاشاعات، فتيقول لك انتهرب. اما انا شخصيا ما تضرنيش، لان اغلبيه الاشاعات تكون كذوب، لان اشاعه كيف ما كان الحال كتبقى دائما في اطار. لان اهم شيء تهمني انا هو علاقتي مع وليداتي، مع مراتي، مع خوتي، مع الناس اللي كنتعامل معهم يوميا، هادو هما المهمين عندي. اما الاعمال وداك الشيء ممكن هاد العمل يجي هاد العمل ماشي، ممكن اشاعه تقدر تخلق لك تسبب لك في خساره ماديه مثلا، ولكن ما من ناحية النفسيه ولا من ناحية النفسيه لا عادي ما كتاثرش فيا. على ذكر الاسره، انت كزوج شنو الديفو اللي فيك؟ بزاف. عطيني شي حاجه. كل ديفوات مدام رجاء طلع لها في راسها. اولا المعكاز. يا سلام يا سلام. ما تنعرف ندير والو، ما تنعرفش نخدم في الدار، تنخلي حوايجي مليوحين. انا بنتي بعدا تنقهرها، وخصوصا ان بنتي دابا كتدرس طب، فولات اي حاجه كتبان لها ميكروب، كتبان لها يمكن ناخذ تفاحه ناكلها بلا ما تكون مغسوله، فكنقلقها. يعني انا عايش بعقدات على الطبيعه، بيني وبين حيوان حيوان ناطق هو انا. هادو المسائل اللي تتقلق المدام انا، خصوصا يعني يمكن لا مبالي، يمكن نقدر ندخل الدوش ندوش ونخلي الحوايج مليوحين ونخلي الصابون في بلاصه، ما عنديش كاين هاد اللامبالاه. ولكن مثلا العكس لاكاليتا ديالك، او اكثر حاجه الا سولت مثلا مدام رجاء وقلت لها احسن حاجه في سعيد شنو تقول لي؟ غتقول لك طيب. انا طيب مع مراتي ومع بنتي، يعني بالنسبه لهم بحال باقي دري صغير، يعني ما كتلعب كتضحك معاهم. وانا وبنتي كنضرب بالمخاد في الدار، كنضرب بالمخاد، كنجريو نبقاو ندردكو في الدار، نجريو كنجيو هنا تنبقاو نجريو مع بعضيات. يعني علاقتي مع مراتي وخصوصا مع بنتي بحال دراري، يعني ما حاش بهم عائلتي، حاس بهم صحابي. يعني لدرجه انا بعض الاحيان مراتي كنقلقوها ملي كنكونوا كنلعب انا وما تبوسه، كتقول لك وبارك راه بعقلكم زعما. مي هادو كاين حاجه وحده، هو ان علاقتي مع الزوجه ديالي علاقه طيبه، عمرها ما خسرت لها خطرها ولا قلت لها شي حاجه اللي تقلقها ولا كتغير عليك من المعجبات. لا ولفات ولفات زوينه ولفات ولفات ولات المعامله ديالنا معامله، يعني عرفت بان راه المعجبه معجبه وماشي معجبه بشخص ديال سعد، ومعجبين بشعب الناصري كفنان. ان كاين بعض الاحيان حتى بعض الرجال يقدر يكرهك لان مرتو كتبغيك. فواحد المره واحد السيد شرحت له، قلت له راه ما تبغينيش انا. شنو جا عندك؟ قال لك راه قال لي راه قال لي كرهتك حيت مرتي تتبغيك. وقال لي قال لي في الجامعه اون بلوس. قلت لي شوف راه مرتك راه ما تبغينيش انا، اما انا كون كنت غير انا هكا راه ما فيا ما يعجب، راه غير كتبغي ديك الشخصيه وداك داك الجانب الفني اللي في سعيد الناصري، فهو ما عنده حتى علاقه به. فانا ممكن مراتي مثلا معجبه الان بعده ديال الفنانين، يعني مغاربه منهم مثلا مغنيين، ولكن هذا ما تعنيش انه كاين حب او كاين، ولكن كاين اعجاب محبه. انت مثلا كاعلاميه انا كنظن عندك عدد ديال المعجبين اللي تيبغيوك، فكنظن راجلك غيتفهم اذا كان مثلا غادي معاك وطلب منك واحد الصوره او لا، ما تقدرش تقول له لا. هادشي عادي. سؤال واحد اخر تفضل. عندنا نتخلص على الاسئله خلاص. ما بقاش بزاف باش دغيا ما طلعش لا فاكتور. واش درتي لي هالقهوه؟ انا كنساري فيك بزاف هادشي. ومازال مفاجاه. مازال مفاجاه. سي سعيد، تقدر شي نهار تمشي عند الطبيب النفساني؟
طبيب نفساني ممكن تقدر تمشي عنده، ولكن ما ما لحد الان ما 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 محتاجيش، لان احنا في المغرب بعدا ما محتاجينش طبيب نفساني. انا نقول لك الطبيب النفساني اللي ما كيخدمش بزاف هو الاطباء اللي كاينين في المغرب، حيت حنا كنعبروا على بعضياتنا غير من كنجلسوا في الزنقه دغيا كنتصاحبوا كنلقينا في القهوه كنعاودوا نفكوا على بعضياتنا. العيالات كيمشيو للحمام مثلا كتلقاها تما كتفرغ الهم ديالها كله على العيالات، وبقات تشكي علاش العيالات كيتعطلوا في الحمام، كيبقاو يهضروا ويبقاو كيخويو. هذه راه مساله مهمه عندنا حنا في المغرب دائما في مجال الطب. عمرك فكرتي دير شي عمليه تجميليه او دير شي عمليه تصحيحيه؟ باقي ما تكملتش، غنتكملش ندير شويه البوتوكس هنايا. بصح مشكله. لا درت عمليه تجميليه سناني، دابا هي تهرست لي وحده، عاد غادي نمشي نصوبها. اسناني عاودتهم كاملين صوبتهم، شويه ديال الفلوس ولكن مهمه بالنسبه للابتسامه. شفت واحد كيضحك الناس وهو ضحكته خايبه راه ما جاتش. ولكن هاك عمليه وحده اخرى، شي حاجه في شكلك ما كتعجبكش؟ كل شيء عاجبني الا بغيت ندير بحال مايكل جاكسون ابيض ولا شي حاجه. مي انا لوني عاجبني، انا هكذا عاجبني، بان ما انا عاجب، لان لمن غادي نجم غنجمل بمرتي والبنيتي، انا عاجبهم كيف ما انا. وكل كيف تيقول واحد المثال، كل واحد وكيفاش كيشوف الزين. فمثلا الا سولنا زوجك غيقول لك انت اجمل انسانه في العالم. ما كنظنش. كنعرفو كنعرفو مهندس تبارك الله وتيدا الله يرسم راه غادي. ما نظنش. تبارك الله. سعيد لمن تقول في هاد لاكارير ديالك الطويله اللي كلها لا بطبيعه الحال نجاحات واخفاقات ونجاحات واخفاقات، تقول له شكرا وبلا بيك ما كنتش نكون. لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو اللي نقول له شكرا، لان انا محظوظ في حياتي، ودرجة الفضل كله لله عز وجل. وكاينين بزاف الشخصيات في حياتي، لناس اللي قدموا لي يد المساعده رغم انهم ما كاينينش كثار، لان انا كنت اعتمدت كثيرا على امكانياتي وعلى الذكاء ديالي، وتنخدم تنشتغل. انا ممكن نقدر نخدم 24 ساعه على 24 ساعه في التصوير وما نعياش، نكون في المسرح من الصباح حتى العشيه ما نعياش. كاينين الناس في حياتي اللي تعاونوا معايا، واهمهم اقرب الناس الي اللي هما الزوجه ديالي بعدا باش تصبر لواحد فنان وظروفه وحياته ماشي سهله، كذلك بنتك ولا الوليدات هما تتحرموا منك ملي كيكون عندك تصوير ديال شهر شهرين ما تيشوفوكش، كيتحملوا داك الضغط، لان في بعض الاحيان ما كتقدرش تغوت في الزنقه، كتدخل الدار كتغوت في الدار وكدير وكيتحملوا داك الضغط ديالك. كاين الناس طيبين، الناس اللي تيبغيو الخير، كاين اعداء النجاح. اعداء النجاح كاينين، انت يعني في علاقتهم بك كثر؟ لا ما كاينينش هما بزاف، كاينين قلال، غير هو الشر مفضوح. الشر ممكن انا اليوم نكتب اي حاجه عليك خايبه او نقول شي حاجه خايبه وغدا تضيع، بينما الخير ما غايقولوش، الخير ما تيقولش، الخير تيديرو مستور. سعيد دوزت معك نهار رائع. مرحبا. وشغلتك وحمقتك وعيتك وتفششت. لا بالعكس، مرحبا بك ومرحبا بالناس ديال بزاف تي في. كي مازال ما سالاش الحلقه سعيد؟ لا مازال، حيت انا مازال مصره وملحه. ايوا عرفتي اش غدير؟ شنو؟ دابا بغيتي هذه المفاجاه بضروري، انا ما نخرجش منها. غتمشي تحيدي داك الطالون تبدلي حوايجك، لان هذه المفاجاه غتمشي تكوني لابسه الطالون. Well, that's because everything's different now. Guns and knives, Bush. It's harder now. You gotta plan more. You gotta prepare more. Guns and knives. صافي ساليتو. المهم تبارك الله عليكم وعلى ليميسيون ديالكم وعلى لانيماتريس ديالكم. مزيانين بزاف 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 عاد. دوزنا نهار من الصباح حتى دابا الغروب مع سعيد الناصيري. شنقول لكم، من احسن ومن اجمل الحلقات اللي دوزت. عشنا في كل شيء، هضرنا ضحكنا، بارطاجا معنا كل شيء، لا في انتيم ديالو. سعيد الناصيري فنان ما منوش جوج، كيضحكك في لا تيلي وكيضحكك كتلقى ان دمه خفيف،
فانا كنت سعيده جدا هذا النهار بحيث دوزت معاه نهار كما كنقولوا متميز بزاف. درت حوار مع فنان كبير كنت كنشوفو كان كيعجبني، فغنقول لكم شوي تري فيغ وشكرا بزاف سعيد النصيري، شكرا على الاخلاص ديالك في العمل ديالك، شكرا على التواضع ديالك، شكرا على المشاركه ديالك لدارك لهذا الكلوب ديالك الخيل ديالك معايا، وان شاء الله نعاودوها مره واحده اخرى، وشكرا شكرا بزاف.